لا ريب في أن القرآن الكريم المتكفل بهداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم في مختلف أدوارهم الضامن لهم نيل السعادة الكبرى في العاجل والآجل. وكذا الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام اعتنى بأمر المجتمع ودعا الناس إلى سعادة الحياة والعيش الطيب مجتمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والروايات المتواترة الداعية إلى الاتحاد والاتفاق. وأيضا لا ريب في اهتمام الشارع الأقدس بحفظ النفس من التهلكة حتى عد من أهم الواجبات. فالعقل السليم يحكم فطريا بأنه عند وقوع التزاحم بين الوظيفة الفردية مع شوكة الإسلام وعزته وقوته، أو وقوع التزاحم بين الوظيفة الفردية وحفظ النفس، لا بد من سقوط الوظيفة الفردية، وليست التقية إلا ذلك.